مشاهدينا الكرام، في 25 من مارس الماضي تم اختتام مهرجان مسقط السينمائي الدولي في سلطنة عمان. هذا المهرجان شهد فوز مصر بجائزتين فيه. هنتكلم عن هذه الجائزة ونتكلم عن المهرجان بصحبة ضيوفي الصحفية ميرفت عمر، الصحفية بجريدة الأخبار المسائي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كما أرحب بالمخرج مهند دياب، أهلا بيك وألف مبروك. يعني الجوائز، انت خدت جايزتين في مهرجان مسقط. انا خدت جايزه. واخد جايزة. الفيلم حياة طاهرة خد جايزة واحدة؟ اخد جايزة في مهرجان مسقط، بس اخد كذا جايزة ثانية في كذا مهرجان. يعني واخد جوائز. حيثيات فوز فيلم حياة طاهرة في مهرجان مسقط؟ في مهرجان. انا اعتقد يعني كانت الفكره في الفيلم بالذات ان هو كان ان احنا خارجين عن اطار التسجيل المتعارف عليه، ان هو حاجه ممله او الناس بتحس ان التسجيل فيه دايما ناريشن وحاجات في المدارس الكلاسيكيه للسينما التسجيليه. فكان حياه طاهره حاجه مختلفه شويه، ان هو فيه ديناميكيه شويه. ويمكن دي كانت برضو حيثيات فوز الفيلم في مهرجان اسكندريه، ان هو كان فيه ديناميكيه سلط الضوء بشكل غير ممل على المرأة المصرية وغير عنها الصورة النمطية بتاعتها. والحمد لله يعني الفيلم حتى الواحد لما يتفرج عليه، أنا نفسي لما أتفرج عليه بحس شوية أنه فعلا يعني مش ممل، حاجة فعلا تسجيلية مشوقة من أول دقيقة لآخر دقيقة، أنت حابة تتفرج على كل تفصيلة. هو كم دقيقة؟ عشر دقايق. يعني 10 دقايق. والجائزة الذهبية الأولى للفيلم التسجيلي. أستاذة ميرفت، الدورة دي كانت الدورة التاسعة لمهرجان مسقط السينمائي. كيف كانت هذه الدورة بالنسبة للدورات السابقة؟ الدورة كانت أفضل من دورات كتير سابقة. أنا دي السنة الرابعة اللي بحضر فيها مهرجان مسقط، هو بيقام كل سنتين. يعني بعتبر نفسي واحدة من الشهود على تطور المهرجان من سنة لسنة لسنة لسنة. هم المهرجان بتنظمه الجمعية العمانية للسينما، وكل فرد في الجمعية بيساهم بيشتغل. هم مجموعة سينمائيين محبين جدا ان هم يعملوا شيء، يغيروا شيء، مؤمنين بأهمية السينما وبدورها في تغيير المجتمع وتطوره. فهم بيقوموا عليه من الألف للياء. الدورة السنة دي شهدت إقبال أكتر في المشاهدات، شهدت إقبال أكتر في الضيوف، تنويع أكتر من دول العالم، تكريمات أكتر. هم يعني بيتحدوا ظروفهم، لأنه مهرجانهم مش سهل يتعمل في ظروفهم الحالية، ومع انخفاض سعر النفط، ومع شوية الدولة بتدعم بشكل مش ديناميكي مش مؤثر. فأنا شايفة أنه الدورة السنة دي من أنجح الدورات اللي عملها الجمعية العمانية للسينما. المخرج مهند دياب، فيلمك حياة طاهرة هو الفيلم العاشر، يعني هو الفيلم العاشر لحضرتك. كيف ترى بأن هذا الفيلم هو تطور لأفلامك السابقة وعلاقته بالأفلام السابقة؟ أنا يمكن أذكر لك موقف حلو جدا. أنا أصلا خريج درست إعلام إذاعة وتلفزيون، ما درستش سينما، بس بعد كده أخذت ماجستير في السينما. بس أنا فاكر كويس جدا وأنا كنت في المهرجان القومي للسينما قدمت فيلم، فحد قام قال لي يعني إيه القرف اللي أنت عامله ده، روح اتعلموا السينما الأول قبل ما تيجوا تقرفونا. فكانت الجملة دي هي الحاجة الفارقة في حياتي، يعني خلتني أعرف يعني إن في فرق ما بين التلفزيون وفي فرق ما بين السينما. فساعتها قابلت أستاذتي طبعا ومعلمتي دكتورة منى الصبان، وتعلمت من على أيديها دبلومة في السينما، وبعد كده ابتديت أطور نفسي وأخذت ماجستير. فكان كل مرحلة فيلمية أنا بعملها بقدم فيها فيلم بكتسب أخطاء، لحد ما ابتديت إن أنا أخد جوائز، لحد لما الحمد لله دلوقتي بقيت حتى بعمل الفيلم أنا عارف لجنة التحكيم مسبقا ممكن يبقى رأيها إيه في الفيلم، ممكن الفيلم ده ياخد جايزة ولا لأ، ممكن ياخد جايزة عشان إيه، ولو منافس مثلا فمعاه مجموعة من الأفلام ممكن هو يتفوق عنهم في إيه. فبالنسبة لي يمكن حياة طاهرة كان جاي في إطار ثلاثية تسجيلية أنا بعملها عن كفاح المرأة المصرية. أول حاجة كان حياة كاملة، وكان أخد الحمد لله برضو جايزة أحسن فيلم
في مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط. طهرة دي اسم الشخصيه، اسم ست يعني. طهرة هو ده الجميل في الثلاثيه، ان هو حياه كامله وهي حياه ست كامله، او حياه كامله وحياه ست طهرة او حياه طاهره. هو كان طبعا عناء شويه ان انا اقعد ادور على ست يكون اسمها الحقيقي صفه، وفي نفس الوقت هي بتشكل جزء من الثلاثيه التسجيليه عن كفاح المراه المصريه. ده بحث يعني غريب جدا، عملته ازاي يعني؟ مساله صعبه. هو كان في البدايه كانت صدفه بحته للحاجه كامله، الحاجه طهره. احنا معانا الحاجه طهره، احنا دلوقتي بنتفرج على طهره. وبعد كده لما ابتديت ان انا يعني ابحث بقى في الموضوع، ان انا بسافر بطبيعه شغلي يعني الصعيد كتير، وبلتقي بعدد من قصص النجاح اللي موجوده بشوفها في حياتي يعني، فلقيت صراحة نموذج طهرة وكاملة دولت يعني مئات من السيدات المصريات هو طهرة وكاملة. ولعبت في فكرة الفيلم ان هو ما يكونش حاجة ان انا خلاص بشوف الست وهي مكافحة فانا لازم انا عايط وانا بتفرج مثلا على الفيلم، لا بالعكس، انا بحس ببهجة وامل وسرور وانا بتفرج على انشودة من الكفاح للمرأة المصرية. يعني الرؤية المتفائلة للتعب او للمشقة. طيب حضرتك قلت انها ثلاثية، لسه في واحدة تانية. احنا معنا كاملة وطهرة تالتة. بجهز دلوقتي لنبيلة، وهي حياة موجودين كلهم مع بعض. حياة نبيلة، نبيلة عن كفاح المرأة المصرية من أجل العمل الاجتماعي، عن ست بتشتغل للمجتمع المدني، ودي إن شاء الله أنا بحاول أجهزها دلوقتي. أستاذة ميرفت، كيف كانت المنافسة بقى؟ حضرتك شفتي الأفلام اللي كانت موجودة، كيف كانت المنافسة في مهرجان مسقط؟ الفيلم الحقيقة نافس مجموعة من الأفلام قوية جدا، وكان في شد وجذب بين لجنة التحكيم. أنا طبعا ما قدرتش أن أنا أشوف كل الأفلام، بس على الأقل كنت لما بسمع أن في فيلم جيد ممتاز كنت حتى بطلب من المخرج أو المخرجة اللي موجود هناك أن أنا أشوف. كان في تنافس فعلا على عدد من الأفلام، من بينها فيلم عراقي اسمه نون، واخد جايزة في مهرجان اسكندرية. كمان نون ده فيلم مشهور يعني، كان فيه منافسة قوية في المهرجان. فيلم مهند خد الجايزة الذهبية او الخنجر الذهبي، وفيلم نون خد سبيشال منشن. اذا يعني مستوى لجنة الاختيار او السيليكشن كان مستوى عالي جدا، لدرجة ان افلام مستواها واخدة جوائز قبل غالبا كده. في افلام كتير واخدة جائزة كانت بتتنافس في المسابقة. ايوه طبعا، كان في افلام من دول كتير، كان في 12 فيلم من 12 دولة، واعتقد كده انه يمكن بنسبة 8 افلام من ال 12 كانوا ممتازين ويستحقوا جوائز، انما بقى بالنقاش بين اللجنة وصلوا لده. اللجنة دي كان بيرأس تحكيمها الناقد أمير أباظة، ده رئيس مهرجان اسكندرية، وكان معاه مجموعة من المتخصصين من دول مختلفة. طيب احنا هنشوف حياة طهرة، جزء من فيلم حياة طهرة، ونعود إليكم مشاهدينا الكرام. الفيلم حياة طهرة كان في مهرجان كان، مثل مصر في مهرجان شورت كان فيلم كورنر في ركنة في المقاصير. في يعني وتم اختيارك بناء على ذلك على ورشة الفيلم السينمائي في اسمه، تعرفنا عليه أكتر، كينوك تومبل في فرنسا. الحمد لله يعني كان على أثر مشاركة ناجحة في مهرجان كان، هم لما اتفرجوا على الفيلم يعني هناك هم اتبسطوا قوي ان في مستوى من السينما كده موجود، او السينما التسجيليه بالذات موجود في العالم العربي،
فالحمد لله ترشحت يعني بقوة ان انا احضر اللي هو مختبر الدولي للسينما بتعمل في فرنسا، ده يعتبر من اهم المختبرات الموجودة في العالم يعني، وكنت اول عربي واول مصري اشارك فيه. حتى انا ما سألتهم يعني هو انتوا ليه اخترتوني ده، قالوا لي احنا شفناك في مهرجان كان. فانا حسيت صراحة ان لازم الواحد يبقى فيه زي تحدي ان خلال ال10 ايام، هو المختبر مدته 10 ايام، ان احنا لازم اثبت لهم ان لا، ان مصر او العالم العربي دولت بيقدموا سينما وسينما حلوه جدا. مساهمتك كانت عامله ازاي مهند في هذا المختبر؟ وهل كنتوا بتنتجوا افلام او ورشه عمل لانتاج عمل معين؟ هي كانت متقسمه بس لمده 10 ايام، ان هو بيدونا زي ورك شوبس صغيره عن مثلا اللايتنج اند سينما، حاجات عن ازاي احنا بنتعامل مع الممثلين، نختارهم ازاي، وان احنا كانت الفكره ان خلال 10 ايام نعمل الفيلم من اوله لاخره، سواء من كتاب السيناريو او اختيار ممثلين او تمثيل لحد الختام، لان في الختام بيتعرض في سينما كبيره هناك في فرنسا الافلام. والحمد لله الفيلم طلع من التوب 3، من احسن 3 افلام موجوده من الطلبه اللي كانوا موجودين. هم يعتبر بيختاروا احسن 100 سينمائي من على مستوى العالم، وان هم يكونوا اوريدي محترفين سينما ويكونوا اخذوا جوائز في كذا حاجه تانية مختلفه، وبيشوفوا الناتج بتاعهم الناس دي هتتنافس ازاي، هتعمل ايه. الفيلم بتاعك كان بيتكلم عن ايه؟ الفيلم بتاعي كان اسمه وهو بيتكلم على قضية الإنسانية في مواجهة العنصرية، خاصة على أثر خلفية الأحداث الأخيرة اللي حصلت في فرنسا من داعش والإرهاب. فالحمد لله يعني الفيلم لاقى هناك يعني نجاح أو قبول بالنسبة لهم، لأنه هو كل جوه شخص فيه الخير والشر. وأنا عملت ستريس في الفيلم على العنصرية والإنسانية، ما عملتش على العنصرية بس، وكان في اطار الحمد لله كويس. انا بحاول دلوقتي ان انا بدخل بالفيلم كذا مهرجان دولي يعني، ان شاء الله، وان شاء الله كله نصيب موفق ان شاء الله. استاذ ميرفت، وجود المصري في مهرجان مسقط كيف كان؟ وهل هناك تكريمات لفنانين مصريين؟ الدوره 9 شهدت تكريم مجموعه من النجوم المصريين. كانت الفنانة بوسي مكرمة، وكان اسم الفنان الراحل نور الشريف مكرم، هي استلمت درع التكريم بتاعه. كان في المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وكان في الفنان كريم عبد العزيز، كان في الفنان الكبير سمير صبري، دول اتكرموا في حفل الافتتاح. كان في كمان مشاركة للأفلام المصرية في المسابقة الروائية الطويلة، كان في خان تلياك، وكان في الروائي القصير فيلم صورة سيلفي بطولة طارق عبد العزيز، وحصل على جائزة سبيشال منشن يعني تنويه خاص عن دوره في الفيلم، وكان موجود معانا واستلم الجائزة بتاعته. وكمان مهند، انت اللي استلمت الجائزه بتاعته. انا طلعت استلمت الجائزه بتاعته، وليا الشرف. شرف لينا طبعا اكيد. انا قبل الحفله بنص ساعه انا بعت له على الرساله، قلت له مبروك، خدت جائزه احسن فيلم وانا هطلع استلمها. هو بقى ما كانش عنده صبر بقى يستنى، كل شويه يبعت لي رساله، ابعتي لي صوره الجائزه. كنت عارف الجائزه. طب ما سافرتش ليه يا مهند؟ وانا كنت مرتبط يعني بظروف العمل عندي هنا في مصر. كان في شغل شغل سينمائي ولا شغل بشكل عام؟ لا يعني شغلي الاساسي انا بشتغل في قطاع الاعلام بالصندوق الاجتماعي للتنميه. مفيش اجازات؟ فما كانش عندنا اجازات. صوره الجائزه هي فندم. الأستاذة ميرفت يعني استلمت الجائزة، بنشكرها طبعا. يعني إحساس لطيف إنك تاخدي جائزة. إحساس حلو جدا. إحساس رائع طبعا. طبعا مهند، يعني إحساسك إن أنت اللي خدتي الجائزة أصلا يعني. طبعا طبعا. مهند، هل أنت بتهتم ب يعني الواضح من عناوين افلامك انك بتهتم بالعنوان قوي، يعني هل هي مساله ادبيه انك بتهتم بان افلامك او موضوعاتك تكون لها رؤيه ادبيه ولغه ولغويه كمان؟ السؤال ده حلو جدا على فكره، لان انا دايما انا بحاول اختار قوي الاسم، وكمان يعني بقعد عليه فتره، وممكن اقعد اسال مثلا والدتي، اسال اختي، اسال اقرب الناس ليا احنا نسمي الفيلم ده ايه.
فبحاول بحس ان هو الاسم هو اللي العنوان الرئيسي اللي هيفضل في ذاكرة المشاهد، وهو ده اللي هيفضل معاه ودايما يفتكر الاسم ده، والاسم ده هو اللي هيسمع. فكانت الفكرة ان انا عايز اخلي السينما التسجيلية او الرؤية القصيرة هي هي بنفس ابطالها بنفس جمهورها، يبقى زي السينما الكبيرة. فليه ما يبقاش برضو اسم الفيلم التسجيلي ده هو اللي الناس فاكراه وهو اللي مسمع معاهم وهو ده؟ انت بتحب التسجيلي يعني؟ انا بحب التسجيلي وبحاول ان انا اغير فيه على قد ما اقدر، ان انا اكسر التابوهات اللي موجودة، ان انا لا ان انا بشوف الفيلم ده بالشكل ده خلاص فهو ده يبقى تسجيلي بنمط معين. فبحاول اتبع شوية تكنيكس جديدة، حاجات انا تعلمتها في الماجستير وحاجات من خبرات ناس ومن وركشوبس كتير انا حضرتها، وقدرت ان من خلالها يبقى ليا يعني اعتقد الحمد لله بقى ليا طبع خاص شوية في ان انا بقدر يعني لما الحمد لله ما حضرتك تتفرجي على الفيلم مدته 10 دقايق ما تحسيش بوقته، وتاني حاجة تحسي بحالة. هي دي الفكرة، ان انا بحاول اسرد لك حاله تحسيها تتفرجي عليها وتستمتعي بيها. الاستاذه ميرفت، يعني احنا بنشوف مهرجانات دول الخليج هي مهرجانات سينما في دول لا تصنع السينما، كيف اثرت هذه المهرجانات على الحركه السينمائيه العربيه، او كيف كانت مفيده للسينما العربيه؟ لا هي طبعا مفيده، بدليل ان انا المهرجان السنه دي مهرجان مسقط عامل مسابقه للفيلم العماني، دي للسنه الثانيه اعتقد على التوالي. أغلب المخرجين المشاركين بأفلامهم هم من أعضاء الجمعية. مهرجان مسقط السينمائي شكل وجدانهم، ساعدهم، أثر عليهم بشكل أو بآخر، سهل عليهم فكرة تبادل الخبرات بينهم وبين الآخر. بقينا بنشوف سينما عمانية، عندهم أفلام طويلة وعندهم أفلام قصيرة روائي وتسجيلي، وفي مستوياتها كويسه. يعني في يعني في المسابقه العمانيه في فيلم واخد جايزه احسن فيلم عماني روائي، وفيلم واخد جايزه احسن فيلم تسجيلي. انجاز كبير جدا يعني بالنسبه يعني في عمان. احنا بنفتخر ان يعني حتى عدد من اعضاء الجمعيه السينمائيين العمانيين خريجين معهد سينما في مصر، أغلب. وده شيء احنا بنفتخر بيه وبنعز بيه. وفعلا سنه عن سنه بتقدري تشوفي تطور في السينما اللي بيقدموها. صحيح، يعني نحب نشوف سينما عمانية، نحب نشوف الصورة العمانية. عمان بلد جميلة، فأكيد الصورة فيها إن شاء الله تكون لها رؤية جديدة. أستاذ مهند، يعني المهرجانات، يعني باعتبار أن حضرتك دخلت أكثر من مهرجان، الخبرة اللي بتستفيدها من حضور المهرجان نفسه، يعني كيف تستفيد، كيف يستفيد المخرج أو صانع الفيلم من المهرجان؟ هي بتفرق طبعا حسب حجم المهرجان. يعني طبعا لو مهرجان كبير بيبقى فيه مشاركات دولية، انت بتوسعي دايرة علاقاتك. يعني زي مهرجان اسكندرية لدول البحر المتوسط كان فيه يعني عروض أفلام وفي مناقشات وندوات كمان للأفلام بعد عرضها. فالواحد بيبتدي ان هو لا بيبقى فيه حس نقدي، في نقد بيدير الندوة، فبنبتدي احنا نتعلم منه. على المستوى مثلا الفرنسي وانا في مهرجان كان في اختلاف كبير جدا برضه في رؤيتي كمان للسينما. الناس بتبقى هو عباره عن سوق للفيلم، هم بيستخدموا الفيلم كصناعه، فالصناعه دي ليها ادواتها وليها التجار بتوعها، وازاي ان هم يعني بيتعاملوا مع صانع الفيلم ده بنوع من انواع يعني الحرفيه التامه. انت غلطت في كذا فانت ده مش هيتسوق الا في بلاد عامله كذا، وانت غلطت في كذا فده مش هيتسوق في بلاد عامله كذا. فانا استفدت استفاده كبيره جدا الحمد لله من خلال المشاركه، حتى في مشاركتي في الدول العربيه. يعني لما بسافر حتى المغرب مثلا، الاحتكاك كمان ببعض الدول المختلفه من اسبانيا او من دول ثانيه مختلفه بيبقى حسب مثلا طبيعه المهرجان. بشوف ان لا ان سلكشن لما يبقى الفيلم ده داخل في المسابقه الرسميه وهم 10 افلام بس، فمعنى كده ان في حد ذاته الفيلم ده واخد جايزه ان هو دخل الاوفيشال سلكشن بتاع المهرجان ده. فشوف انا حتى اشوف الافلام، يعني مره دخلت في مهرجان في المغرب وما كسبش الفيلم، بس ما زالتش بس لما انا شفت واحد من 10 افلام انا قلت الفيلم ده اللي هياخد جايزه، وفعلا هو الفيلم اللي اخذ الجايزه لان هو على قدر مستوى، بس انا طلعت اتعلمت منه. كويس. يعني المغرب فيها مهرجانات كتير، انت حضرت انهي مهرجان فيها؟ انا حضرت مهرجان طنجة السينمائي الدولي، وكان بفيلم حياة طاهرة الحمد لله، واخد كذا جايزة بس ما اخدش في المهرجان ده.
ولان كمان الفيلم ده ما شاء الله يعني، انا احب طبعا اشكر اللي ساعدوني في الفيلم يعني، في ليا مساعد اسمه عبد الفتاح زيدان. احنا يمكن الفيلم كله قام احنا اتنين يعني، انا حتى كنت بقول لحضرتك في الكواليس ان احنا انا رحت بتاع 5 مواصلات عشان اقدر اوصل لطهر، احنا عشان اقدر ادخل بيت في الصعيد ونقدر نوصل لست ونكلمها فلازم ما يبقاش معانا كرو كبير قوي، فكنت انا وعبد الفتاح بس نروح نركب مثلا كمان ال صحيح انت سألتوا عليها ازاي يعني، يعني احنا نشوف طهرة، نشوف الجزء من فيلم طهرة وحياة طهرة ونتعرف على، نشوف شخصيتها ونتعرف ازاي اتعرفت عليها وتعرفت على قصتها، لانك داخل في بلد تانية، بلد بعيدة، بلد مجهولة، داخل على مجهول. هنشوف جزء من الفيلم ونرجع مرة تانية. يأجرني ربنا بيهم لما انا اطلعهم حلوين والتجهيل ومراعيهم هي فوق كل حاجة دي. انا شكيت كتير قوي لان دي لي 30 سنه وانا شاربه من هنا، لا خليط طوب مسحت ولا خياطه ولا تجاره. اسمي طاهر احمد علي، هدي لي 30 سنه وعشت 17 سنه ولا كانت 18 سنه بيت ابويا وانا كده برضه. كنتش احب الهزار ولا احب حد يهزر معايا ولا احب كده، كنت جد كان اللي يعاكسني كنت اشتمه. انا يا سمر اللي انت شايفني كده محروقه، اتحركت من الشغل وتعبي، كنت في الاول كنت عامله زي العبيده، كنت متعجبه بنفسي عاجبه. انا بشتغل جد 10 حريم يعني، انا سوون ولادي ما يبقوا قاعدين معايا على الطبله، اديني ايدك يا ماما عشان نقوم. ليه مش قادرين تقوموا وانا بشتغل جد 4 مرات؟ وانا فخوره بنفسي بان انا ربيت ولادي وجوزت وما جابوليش جنيه من بره، انا حوشت 150,000 جنيه وبرحت لهم بيهم كل واحد 50 جوزته بيهم. وبنتي دي برضه جهزتها، كنت محوش من عرق جابيني من شغلي، كنت فاتحه دكان والمكنه والتجاره بره والورشه، وبقى احوش واجهزها. والخياط اتعلمت برضه، بقى اقعد جنب خياطه كده واقعد جنبها، اروح اخيط جلابيه اقعد النهار كله جنبها، اعمل فيها جلابيه اعملها الفها مقص. لما اتعلمت الوقت كنت مخيط بس الوقت نظره ضعف، جيت كشفت وركبوا لي نظاره ما تكسف البس. عملتها في التأمين الصحي بس وحشة كبيرة، العيلة مضحكة علي لما لبسيني، اوعى اكون وصلت وحشة في النضارة عشان اكون نضارة. بالعكس ده صار، كنت لسه اقول لك ده شكلك حلو قوي بالنضارة. امال قالوا لي يقولوا لي وحشة ليه يا ابني؟ ده انا عمري كله دكتور، ليا وجعتني وظهري من قعدة من جنزة على المكنة في الشتاء، اقعد الليل كله واقوم الفجر يدل، اقوم اصلي الفجر واقوم اروح اطلع العيال يروحوا المدرسة. وان انا بدل ما مدي ايدي لحد واقول له اديني ولا اعمل حاجه تغضب ربنا، اشتغل بعرق جبين، انا اشتغل واتعب وكافح وربنا يرزقني بقرش حلال وما اخدش حاجه من حد. اهل جوزي كانوا زعلانين مني، يقولوا دي تعبت قوي جريئه طالعه في نص الليل واقفه مع الناس وانا ما يهمنيش اي حد. كان لما كان كنت لما القى حد لما اخذه بره كنت احط الفرده في صدري واطلع. انا ارجل من الرجاله، انا كنت ببني وانا كنت لما اشيل الجروانه على كتفي كده واطلع بس على السجاله ولا في الجروانه. وبعدين كنت اجيب طن الاسمنت، راح اجيب طن الاسمنت منهور كنت ادليه على ادليه شكاره شكاره. الرمله برضه كنت اعبي العيال كانوا صغيرين، كنت اعبي بالكوريك على الطريق والسواقين يفوتوا سلام عليك يا مطر. عليكم السلام، اتفضلوا اشربوا شاي. كانوا سلايف كانوا يولعوا نار عاد لما كنت عازم على الناس واسلم على الناس. امال اعيش وحدي؟ الله يسهلك يا عم. بس انا بتصل علي وسلم علي. حاضر يا عم حاضر. يعني الحاجة طهرة أو حياة طهرة شخصية قوية وشخصية مش خايفة من الكاميرا، يعني هل هي دربتها أو ولا هي بتتعامل بعفوية مع الكاميرا؟ هو في سر هنا ورا الموضوع ده. أنا لما جيت أصورها في الأول فخلاص هي تخيلت، هي مش فاهمة أن ده فيلم قوي، فمتخيلة أن هو تلفزيون وبرنامج وإحنا جايين نساعدها يعني. فراحت اول حاجه قالت لي انا عايزه احج وعيطت. فانا رحت، كان حتى عبد الفتاح مساعدتها كان قاعد هو قدامها، فقلت له لا تعالى اقف ورا الكاميرا، وانا قعدت قدامه وفضلت مخلي الكاميرا شغاله تلغيها وهي بتتكلم. قلت لها خلاص لا احنا سيبك، احنا مش هنسجل بس انت اقعدي احكي لي بس نتكلم. فبمجرد ما ابتدت تتكلم فانا لقيت ان دي طريقه حلوه جدا، رحت كملت بقيه الفيلم يعني. حتى حضرتك هتلاقي زوايا مش صريحه، زوايا من هي جنبها مش عشان اقدر اخد منها الكلام بشكل حلو.
انت كنت مهتم بالكلام اكتر من كنت عايز الحياه بتاعتها. انا كنت عايز اوصل يعني للداخل بتاع طهر. طهر ده جواها حاجات كتير جدا. لو الكاميرا هتبقى حاجز لا يبقى خلاص يبقى ملوش لازمه. ضحيت بالصوره والكادرات والزومات كل ده ضحيت بيه. مش ندمان انك ضحيت بيه؟ هو انا تعبت يمكن شويه كتير في المونتاج، ان انا بقى عندي كم من الماتيريال كبير جدا. السكريبت طبعا اتلخبط تماما. اتعمل سكريبت جديد. سكريبت جديد عن اللي في. طب انا عايز اعرف الفرق بين السكريبت القديم والسكريبت الجديد. يعني انا كنت مجهز بعض الاسئله اللي انا هسالها، فعارف انا هطلع منها ايه. فانا عشان هي ما تاخدش بالها ان انا ماسك ورق، رحت سبت الورق وابتديت اتكلم معاها كاننا بنحكي وكاننا بندردش. وكان التصوير كان على مراحل، يعني كان على مرحلتين او ثلاث مراحل. فاول مرحله وبعد ما ابتديت اوريها لقطات قلت لها طبعا خلاص ان احنا ابتدينا نصور، فقعدت افرجها فقالت لي ده انا شكلي حلو في الكاميرا، ده انا حتى نفسي اشوف نفسي على التلفزيون. فانا ساعتها خلاص حسينا بقى ان الموضوع بقى عادي. ولادها حتى كمان كان في مشكله في الاول ابتدوا يتقبلوها، لحد لما خلاص بقت يعني الحمد لله قدرنا نخلق منها بطلة زي بتاعت السينما. حتى لما أنا باجي عايز أعيد بقى من كذا زاوية عشان أخد كادراتي، فبقول لها طب ما تعملي كده، فلقيتها بتعمل، فلقيتها مبسوطة والجو كله لا يا ذكية، شكلها ذكي جدا. وبعد كده أنا اكتشفت هي بتقولي أنا بحسب 1000 جنيه في دجة واحدة وأنا ما بعرفش أقرأ. فأنا قلت اختبرها. أنا حتى في لقطة في الفيلم عايز أخليها بتصور وهي بتحسب، فمش هينفع تمثل. فرحت قلت لها، رحت اديت لها اي كلام قلت لها انت بتحكي عليا، فاديت لها اي عمليه حسابيه. انا اصلا يعني ما افقهش ان هي تبقى نتيجتها كام، فلقيتها قعدت تفكر وفعلا جبتها صح. وهي اميه على فكره، ما اتعلمتش خالص. طيب وصلت لها ازاي يعني؟ وواضح ولادها طبعا ولادها شباب يعني، فبتهيألي المساله كانت صعبه في الصعيد. ويعني الترشيحات الناس كنت سالتهم ايه؟ قلت لهم انا عايز صفه ايه او شخصيه ملامحها ايه؟ لا انا قريت قصتها في كتيب عن قصص نجاح ناس اخذت قروض من الصندوق الاجتماعي للتنميه وقدرت ان هي تحقق نجاح. فانا حبيت ان انا يعني اتواصل معها بشكل شخصي، فحاولت اتواصل مع الجمعيه اللي ادت لها القرض ده في سنه من السنين، فلقيت ان الموضوع صعب جدا، لان عارف حركة الصعيد الارقام بتاعتهم مش بيبقى رقمه بقى دايما، ده ممكن يعني خلاص بقى ما تشحنش مثلا فساب الكارت والخط والحاجات دي كلها. فابتديت ان انا اسافر للجمعيه واوصي ناس، والناس دي وصوا مشرفين اللي كانوا معاها، ولحد لما عرفت يعني بعد دايره مثلا وصلنا لحد شهر بدور على طهرة، لحد لما لقيتها في هنا في مصر في دار السلام. لا اله الا الله، رحت لها الصعيد وهي كانت رحت لها دار السلام، قلت لها انا عمال ادور عليكي بقالي فتره، وقلت لها بس انا عايز اصور في الصعيد. فقعدت برده فتره كبيره جدا ان هي تحاول تقنع ولادها ان انا اجي الصعيد واصور. فهي حتى قالت لي طب انت هتيجي ازاي؟ ده انا ساكنه، انت هتركب من المنيا لملاوي، من ملاوي لاتليدم، من اتليدم لجعوير، ومن جعوير لحور، ومن حور هتركب بقى عربيه وتحاول تدخل لي جوه. قلت لها يعني هحاول. وفعلا الحمد لله يعني بعد الرحله دي وصلنا، وانا ما حسيتش باي تعب، لان حسيت فعلا ان التعب ده ليه قيمه كبيره جدا. كفايه ان انا راجع بكم ماتيريال انا حاسس ان هي هتطلع منها خامه حلوه. والحمد لله انا حاسس برضا بالذات عن الفيلم ده، لان الفيلم ده ساهم ان طهره نفسها يعني اخذت حج، قدمت الفيلم لوزاره التضامن الاجتماعي لسياده الوزيره وعجبها الفيلم جدا، ودوع حج هي وابنها. فالحمد لله حسيت ان بجزء من المسؤوليه الاجتماعيه لي انا كمخرج ان الفيلم ممكن يساهم في للبطله دي بالذات. مش الجوائز راحه للمخرج، مش الجوائز راحه او الايمج كلها راحه للمخرج، لا يكون في تنميه. عرفت ان الفيلم خد جائزه؟ طبعا بلغتها يعني. طب وشافت الفيلم بعد المونتاج؟ هي شافته، لان انا وهي عيطت جدا لما شافته، لان هي ما بقتش مصدقه نفسها ان يعني في ان انا بالجمال ده او انا بالعظمه دي. الله، يعني ان الانسان يشوف نفسه جميل ده شيء رائع يعني. وبرده انا معجبه جدا ان حضرتك يعني بتشوف اعمالك، عاده الفنان ما بيرضاش عن عمله، لكن مساله احساس الرضا ده احساس صعب يعني. يعني كان مهمه اكتر منه فيلم. هو انا بحس الحمد لله يعني ان هو طبعا بتطور في كل فيلم، بس انا حاسس ان بدل الفيلم ده ليه عائد على المجتمع اكتر منه عائد عليا انا كمخرج،
فده في حد ذاته دي رساله، او ده فعلا مفهوم الفن رساله يعني. استاذه ميرفت عمر، تم تكريمك في مهرجان مسقط. فعلا. بصفتك الصحفيه ولا بصفتك في مهرجان الاسكندريه السينمائي؟ لا لا لا، بصفتي الصحفيه، وكان مفاجاه ما كانتش مترتبه خالص. تقليد جديد عمله مهرجان مسقط، يمكن اعتقد اول سنه يعمل ده. اتكرمت مع مجموعه من الزملاء الصحفيين الافاضل اللي كانوا موجودين في مسقط في المهرجان. التكريم له قيمه كبيره وفرحه كبيره فعلا يعني، حسيتها لما طلعت على اول مره يتم تكريم صحفيين. عاده بيبقى سينمائيين او نقاد او ممثلين عاده في انا كرمت برضو من حوالي شهر في مهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، ولكن تكريمي كان كمدير فني لمهرجان اسكندريه السينمائي. هنرجع لمهرجان اسكندريه السينمائي بعد فاصل مع حياه طهر. امسك الكهرباء وامسك النار، اقطع بالصاروخ في الاول، اطر حديده كده عشان الحمى بالسكينه، وبعد كده كنت اطفي الصاروخ ادور المكنه بتاع اللحيم الحمى. امال لما هقعد في البيت ربنا هيخرم لي العقد لا مغزى وينقط لي، ولا جالس اي عبد وعينك واقعد وهينك. الشقه ده والنصيب ده قدر ريان، عشان لو انا رايد لارتاح كنت ارتحت، كنت لقيت حد ريحني، كنت لقيت عيل قال خلى عنك يا امي، هلا عيال صغيرين وما لقيتش حد، وابوهم راجل طيب جدا ما كانش يعرف اي حاجه معايا، كان يقبض المرتب يقول لي ها يا حاج، وكان ياخد مصاريفه زي عيل من العيال. سنه ونص ما هملتوش لحظه واحده، حشوني فيه في الجامعه بتاع المنيا، قعدت بيه شهر وانا نام تحت السرير تحتيه، يعوزني مديل ايده كده جمله، مش كنتش منام، العنبر كله كان فيه رجاله. قال الوليه دي مش نايمه معانا، قلت انا راجل زيكم، انا مش خايفه من حد، اللي مكسوف مني يطلع ينام بره، انا راجل ومش هسيب جوزي لو مسكت سلك الكهرباء. بطبخ حلو وشاطره قوي، كان جوزي الله يرحمه يقول لي ما تبختيش انت مش هوكر، اقول له على عين، وما احبش غسيل الغساله ده، اما تلفهم لف الخلقات كده ولكن تغسل. بالنسبه لي انا ما فيش حاجه بتعيبني ابدا، اي حاجه تحطني فيها اشتغل واعجبك كده، اقسم بالله اشتغل احسن منك انت واجدد منك انت وراهلك. اي حد اتحداه يشتغل جبارنا. وبرضه لسه قدامي طموح، ان انا قلت ايه لما اشتغل يعني اما احلم قلت يعني لو ربنا عطاني واشتريت حته افتح فيها دكان، والدكان اجيب فيه شويه ملابس ابيعهم واخيط، وانا قاعده اللي يجيب لي جلابيه اخيطها وابيع، وما اروحش الشغل عشان ما حدش يجرح احساساتي ولا حد يزعلني في الشغل، عشان ما احبش روحي يعني. في البيت كنت الم البيض ده وراح ابيعه في المنيا عشان يطلع لي جنيه، الم ابو 3 جنيه في 2 جنيه ابيعه بخمسه. ايوه الكروس ساعدتني يعني، بيدوني ال 10,000 بياخدوها 12، ايوه بس بتقضي معايا مصلحه يعني، مثلا انا لما اجيب حاجه ب 1000 جنيه فيها 200 جنيه 200 على 200 بحوش ايه اللي هم الزواده دول الفوايد، بحوشهم كل شهر ادفع القسط اللي علي كل يوم 30، اروح ادفع 1000 جنيه ل 30 جنيه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مع الصحفيه ميرفت عمر ومهند دياب المخرج معانا في الاحتفاليه بمهرجان مسقط السينمائي الدولي. استاذه ميرفت، كان في ندوات اقيمت على هامش المهرجان، كان اهم الندوات اهم العناوين اللي طرحت؟ كان في ندوات التكريم للفنانين اللي انا قلتهم، ندوه خاصه بالفنانه بوسي، بالفنان سمير صبري، بالفنان نور الشريف، بالمخرج محمد عبد العزيز، بالفنان كريم عبد العزيز. كان في ندوه خاصه بالروايه وعلاقتها بالفيلم السينمائي، تحدث فيها النقد الكبير علي ابو شادي. كان في ندوه خاصه بالافلام العمانيه. كان في كمان على هامش المهرجان ملتقى للفنانين التشكيليين، مشارك فيه عدد من الدول العربية، وهذا الملتقى ده أول سنة يتعمل، شهد برضو تفاعل جامد ولوحات غاية في الثراء يعني. حديث الفنانين نفسه كان شيق عن المدارس التشكيلية ورؤاهم هم للجديد اللي ممكن يقدموه. كان في ورش عمل،
ورشة تمثيل كانت خاصة بالنساء، كانت بتحاضر فيها مخرجة فنانة فلسطينية اسمها نسرين فعور. كان في ورشة تمثيل خاصة بالرجال كان بيحاضر فيها ممثل عراقي اسمه راسب منصور. كان في ورشة اعتقد ايه في ورشة سيناريو بقى. فكان الفعاليات كتير، فعاليات كتير الى جانب الندوات بتاعت الافلام. كيف كان حضور الجمهور العمانيين وتلقيهم للسينما والندوات وتفاعلهم مع الندوات؟ هو في كتير جدا مهتمين، وبالاضافه لده انه كانت كليه البيان يعني بيعرض فيها جزء من عروض المهرجان، كانوا المكان اللي بيعرض فيه الافلام كان دايما كومبلي واغلبه من طلبه الكليه. كان في عروض في سيتي سنتر وفي اكتر من مكان، ده كان بيشهد جمهور عادي غير العروض اللي بتقام داخل الفندق نفسه اللي هو فندق هيرمس جراند. كان في فعاليات المهرجان كلها، ففي تفاعل، في تجاوب. المواطنين في مسقط حاسين بمهرجان مسقط ومنتظرينه ومتابعين لفعالياته، وكانوا بيبقوا قاعدين معانا كده دايما في الريست بالناس وبيسالونا يعني الدوره التاسعه واضح انها اسست جمهور، يعني أسست على مدى 9 سنوات كان في جمهور بينمو مع كل دوره. الحقيقه استاذ مهند، لك 4 افلام روائيه، هل السيناريو فيها مكتوب ولا مأخوذة عن قصة ولا هي معالجة لرؤية؟ كيف كانت؟ في أفلام يعني أنا برضو عشان دارس السيناريو، فكان في منها أفلام أنا اللي كاتب السيناريو، وفي والحمد لله يعني بحاول أتوجه شوية لحد متخصص. فكان في فيلم حصد العديد من الجوائز اسمه جاليري، ده كان للكاتب أكرم إمام، كانت فكرته ده صورته في أمريكا. وكان في فيلم تاني اسمه دهمش 25 كان للكاتب كريم فرغلي. والحمد لله سعدت انا بالتجربتين جدا، لان انا يعني كوني دارس للسيناريو انا بضيف بس يعني تاتشات بسيطه، او بشوف من حيث يعني الرؤيه الاخراجيه ممكن نعدل ايه مثلا. بس من حيث الافلام كافلام روائيه قصيره الحمد لله برضو الواحد بيحس ان هو يعني الأصعب إن أنا أعمل حبكة وصراع وأوصل لنقطة ذروة وابتدي إن أنا يعني أشد السيناريو الكلاسيكي، ده، وإن أنا أشد المشاهد في 5 دقايق أو في ماكسيمم 10 دقايق وأكون مطبق القواعد صح، ما حسش إن في حاجة ناقصة. وده يمكن اللي ظهر بشكل قوي جدا الحمد لله في الفيلم الأخير اللي أنا عملته في فرنسا، لان كمان هناك في فرنسا في جزء جميل جدا في سكريبت سوبرفايزر هو بيراجع لنا على السيناريو وبيراجع في ادق تفاصيل، لدرجه يعني في مشهد في مفروض امراه حامل يعني بيحصل لها نزيف، فهو قال لنا هي يعني لو في الحقيقي يعني النزيف ده هيبقى مدته يعني هيبقى كميته قد ايه، فابتدينا نرجع لدكتور وسالنا وعرفنا الكميه بالظبط قد ايه، فقال لنا لا ساعه التصوير هو نص لتر بس اللي هيترمي في التصوير عشان يبقى حقيقي. كمان الجانب الفرنسي لما يجي يتقبل مثلا مشهد زي ده يتقبله ازاي، او وجهه النظر الغربيه تتقبلها ازاي، وجهه النظر العربيه تتقبلها ازاي. فلقيت ان السيناريو مش مجرد ان انا كتبت كلمتين وخلاص وعملتها بالشكل الكلاسيكي الاكاديمي، لا انا كمان في مراجعه دقيقه، والمراجعه دي هي ماده علميه في كل السيناريوهات غالبا، يعني عاده او المفروض نظريا يكون في مراجعه علميه للطب والهندسه وكل العلوم الاخرى. استاذه ميرفت، يعني احنا برضو متشوقين لمهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي، يعني في اخبار ولا لسه الدوره الجديده ما في اعداد للدوره الجديده؟ هو طبعا صعب دلوقتي ان انا اتكلم عن اي اسرار وكده، اسرار تخص الدوره الجديده، انما هو احنا فتحنا باب المشاركه 1 مارس والديدلاين بتاعنا 30 مايو، فخلال الفتره دي لسه بنستقبل افلام ولسه بنجهز لجان تحكيم ومكرمين، انما على اتصالات يعني كلها اتصالات وكلها ترتيبات.
حاليا لسه ما فيش اي حاجه اقدر اتكلم عنها في الدوره الجديده. هتبتدي تتكلمي من اول امتى؟ من يعني بدايه التصريحات هتبتدي من امتى؟ يعني ممكن شهر 7 ولا حاجه يكون في انتظارك يعني. عندنا 6 مسابقات، مسابقه الافلام الروائيه الطويله، ومسابقه الافلام التسجيليه الطويله، مسابقه للفيلم العربي الروائي الطويل، ومسابقه للفيلم المتوسطي القصير، ومسابقه للفيلم العربي القصير، ومسابقه للافلام السكندريه. 6 مسابقات. طيب استاذ مهند، يعني بصراحه يعني ومع تقديري يعني حضرتك خدت جايزه من مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي، كيف يختلف المهرجان في دوله عربيه عنه في دوله اجنبيه؟ هو بصراحه يعني برضو مش عشان استاذه ميرفت قاعده، بس يعني مهرجان اسكندريه مهرجان كبير جدا وتنظيمه رائع جدا. يمكن بيختلف شويه المهرجان اللي بره، ان هو يعني الفنان اللي جاي لهم ده فنان، بغض النظر انت عملك ايه، انت عامل فيلم قصير ولا فيلم طويل ولا يعني. احنا حتى واحنا في مهرجان كان بيعاملك كفنان، الفنان ده ليه قيمه كبيره جدا. يعني عاملوك ازاي يعني مفردات المعامله يعني يعني انا اتذكر يعني احنا حتى يوم العرض بتاعنا كان الاهتمام ازاي، احنا الاكريديتيشن اللي احنا بناخدها للحضور، التنظيم العروض، الايميلات دايما اللي بتتبعت بشكل بروفيشنال، التقييمات يعني بيقول لحضرتك، بيبعت لك ميل يومي بيقول لك كام واحد دخل زار الفيلم بتاعك واتفرج عليه، ولو كتب كومنت هو بيبعته لك في ريبورت. فطب انت واحد من ضمن كام واحد داخل وهذا الملتقى العالمي، بس هو مهتم بيك جدا لان هي صناعه يعني. اكيد طبعا مهرجان زي مهرجان كان ليه ادواته وليه الناس اللي قايمين عليه بشكل كبير جدا من يعني 69 سنه. بس لما نيجي نتكلم على مهرجان، في مهرجان كبير، في مهرجانات كبيره في مصر، لو يعني يكفي الواحد، حتى كنا لسه بنتكلم مع استاذه ميرفت ان الواحد يبص المهرجان دورته كام، فيكفي ان مهرجان اسكندريه السنه دي ان شاء الله هيبقى الدوره ال 32، فبقى له 32 سنه. انا حتى اتبسطت جدا لما اخذت اول جايزه من سنتين في مهرجان اسكندريه، وانا بألف في مجله لقيت نور الشريف الله يرحمه ماسك الدرع، نفس الدرع اللي انا اخذته، فانا حاسس وكان متصور بيها زمان في الثمانينات، فانا حسيت بقد ايه بقيمه المهرجان الواحد ماسك نفس الدرع اللي مسكوه كل فنانين مصر مثلا. يعني التكريمات استاذه ميرفت، بتفكروا في تكريمات كل سنه بيتم تكريم برضو، مش هتقولي لي اي اسرار عن التكريمات او الضيوف المحتمل بيتم المراسله؟ يعني في علاقات مستمره بينكم وبين المشاركين في المهرجان؟ هو احنا مبدئيا كل دوره بنهديها لفنان كبير. اول ما عملنا التقليد ده كان فنان نور الشريف، والسنة اللي فات كان فنان محمود ياسين، السنة دي لحد دلوقتي لسه لازم نحدد مين. هتبقى طبعا مفاجأة. بقية المكرمين جاري التفاوض معاهم، أو في كمان خدنا منهم يعني موافقات وبنعمل المطبوعات بتاعتهم، بس أنا ما أقدرش أعلن دلوقتي لأنه لسه شوية. يعني مهرجان اسكندرية احنا يهمنا انه يتصاعد اكتر، يعني ينجح اكتر، لان يعني هو والقاهرة من المهرجانات المهمة يعني، وبنسعد بانها مهرجانات دولية لها اسمها. والله احنا بنشتغل عليه من بدري علشان نقدر نطلع دورة محترمة، بنحاول ننتقي في الأفلام، في الضيوف، بنحاول نخلق جو سينمائي، بنحاول نعمل تبادل خبرات سواء بين المهرجانات اللي في بيننا وبينهم بروتوكولات تعاون، أو مهرجانات أخرى بنفتح أفاق معاها. مين المهرجانات اللي فيه بروتوكولات تعاون بينكم وبينهم؟ في مهرجان الرباط في المغرب، في مهرجان مسقط السينمائي، في مهرجان لبنان للسينما والتلفزيون، لغاية دلوقتي أعتقد هم دول اللي فيه بروتوكولات. في بروتوكول تاني بيننا وبين روسيا، ولكن بين المؤسسة أنا بس الاسم بالروسي بقى، لا مش صعب. موس فيلم، مؤسسة موس فيلم، ده سهل جدا. طبعا. وسنة عن سنة بنزود التفاعل ده
التفاعل ده بيبقى خلاق، بدليل انه مهند خد جايزة احسن فيلم في اسكندرية. كان في ناس عندنا من المهرجان طلبوا الفيلم بالاسم ونافس هناك واخد برضه الجايزة. في غير دوت الفيلم اللي خد افضل فيلم روائي في مسابقة نور الشريف كان الفيلم الجزائري البئر للمخرج لطفي بوشوشي، برضه خد جايزة احسن فيلم في مسقط. فالبروتوكولات دي مهمة جدا في ان هي بتساعد في اختيار الافلام الجيدة. يا في ختام هذا الحوار بشكر ضيوفي الكاتبة الصحفية ميرفت عمر، الصحفية بجريدة الاخبار المسائي، الف شكر. كما اشكر المخرج مهند دياب، الف شكر. والف مبروك التكريم ليكم انتوا الاثنين، وان شاء الله بالتوفيق. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي هذه الحلقة من اما بعد. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.